هذا صديقي اليوم رح اقدم لكم اياه، اسمه فطفوط. اول شيء انا اسمي شذا حاتم، سوريه وجاي من فرنسا وجاي اقدم مشروع. هو اجى من مشكله انا عشتها. الو هاي كيفكم؟ انا صار لي 6 سنين تاركه اهلي، اشتقت لكم كثير وما فيني اشوفهم، وانا شخص كثير متعلق باهلي، والتكنولوجيا الجديده ما بتساعدنا انه احنا نحس بوجود الاشخاص جنبنا. ففكرت بطريقه انه انا كيف بدي اقدر احس بوجودهم، كيف بدي احس بوجود امي لاني انا كثير بحبها ومتعلقه فيها، كيف فيني احس بهالعبطه او هالبوسه اللي صار لي محرومه منها 6 سنين. فكانت الفكره هي فطفوط اللي هو دبدوب متصل بالانترنت، راح يتصل مع التليفون مع دبدوب تاني، فطفوط تاني بجهه تانيه، وراح يساعد اي حدا بعيد عن اهله او اي حدا عنده مشكله بالبعد انه يحس بالطرف الثاني، بحس انه هو ينقل اللمس ودقات القلب ودرجه حراره الجسم. مثلا انا اذا بدي احكي مع اهلي بمسك الدبدوب بحطه علي، اي حركه انا بعملها على الدبدوب بيلقطها وبيبعتها لالهم. تبغى تحضرنا نشوفه؟ كثير طري. لا دخلنا مؤثر فعلا. عادة الاختراعات هي اشياء جامدة بعيدة عن المشاعر، انا بالاختراع تبعي بدي اوصل للمشاعر، بدي فوت لجوات العالم، ساعدهم ما يحسوا حالهم بعاد عن العالم اللي بحبوهم، مثل الشيء اللي انا عشته خلال هال6 سنين. طب اعطيني فطفوط. تفضل. لانه عجبني كثير فطفوط. فيك تعبطه اذا بدك بيعمل اكيد اكيد هعبطه، يعني الياس بتاعتي حتكون اني هعبط فطفوط. اوكي. مقتنع كثير بالفكره، بس معني نتكلم بالاختراع. كيف بيشتغل الفطفوط؟ بدنا نستعمل سنسور هابتكس، سنسور تبع البريشر، لحتى نقدر ناخذ قوه الضغط. اوكي. ومكان الضغط. في فايبريشن. ايه التحدي العلمي؟ يعني هذه الدمية بتحطي فيها الفايبريتورز، هو وربنا يوفقك يعني. لا التحدي العلمي هو انه يعمل هالشيء ريل تايم. يعني فين الصعوبة انه يكون في ريل تايم؟ ما حدا عمله ريل تايم. ما حدا عمل ريل تايم خالص؟ فأنا هقول لك هعطيك يس. ثانك يو. اوكي. عايزة الدكتور فؤاد ولا دكتور خالد؟ ما بتفرق. ما بتفرق لانه الاثنين انجينير. طب ليه اخترتيني انا وانا مش انجينير؟ لانه انت بتحس اكثر. انا احساس. لانه انت شيء طبي. هيدي يلا هيدي اللي كنت قلتيها من الاول، كنت وفرت علينا الكلام واخذتي من الاول الياس. ثانك يو شذا. اهلا بشذا. مرحبا. طيب تقنيا انت ما بتفهمي انه الفريكونسي قديش قوته باور بطريقه كله، ما دخلك انت فيه، انت بس يعني عندك الفكره. من الناحية النفسية يعني درسيها أكثر. إيه هلا في شخص انجينير. أنت مع جروب مهندسين؟ هو اللي ساعدني بهيدا البروتوتايب لقدمه للجامعة، بحسب ما هو قال وبحسب ما نحن درسنا القطع وهي إنه هي بتتنفذ. بتتنفذ بسهولة. إيه. مش بس بتتنفذ، بسهولة كثير. أنا ما بحس في اختراع أبداً، وأنا بعذر منك بقول لك لا. ميرسي. يلا موفق. ثانك يو. أنت واعية باللي موجود في السوق كله؟ هل سمعتي عن إكسو؟ يعني فيه هاجبل تيدي بير which mirrors touch over distance. What the name? إكسو. شركة تنتج يعني دمية لللونج ديستنس ريليشن شيب اللي هو تكلمين عنه، فأبيك تقولين لي إيش اللي يميز اختراعك من اللي موجود؟ ما لانه انا ما شفته فما بعرف انه شو عاملين. فمعناته انه ما عملت البحث المطلوب، كان ممكن انت تعملي هذا البحث وتقولي لي انه هالفرق بيني وباللي موجود، وهذا هو اختراعك. فانا برايي انه تعملي هذا البحث وترجعي لنا مره ثانيه، فللاسف فصوتي لك لا. اوكي. شكرا.